كابتن احمد كلمه بس لجماهير الزمالك. والله طبعا اتمنى ان شاء الله باذن الله ان يعني نسعد كل جمهور نادي الزمالك طبعا اللي بيسعى ان هو طبعا لتحقيق البطولات، واتمنى ان كلنا نعوض ان شاء الله اللي فات الفتره اللي فاتت، واتمنى ان احنا نستفيد من المعسكر. معسكر كان الحمد لله معسكر كويس جدا جدا، والكل استفاد منه وكان كل شيء مهيئ بشكل كويس. ده ينعكس ان شاء الله، بنتمنى ان هو ينعكس باذن الله على الاداء جوه الملعب بدايه من جوه وادي دجله، لنوعد بيه ان احنا هنجتهد ونعمل اللي علينا والباقي على ربنا ان شاء الله سبحانه وتعالى، ولكن هدفنا بطوله باذن الله ان شاء الله. شايف كابتن حسن شحاتة فارق مع الزمالك؟ اكيد اكيد طبعا، اكيد طبعا. راجل يعرف ازاي يتعامل مع اللعيبه بشكل كويس، اللعيبه كلها بتحبه وده شيء مهم جدا. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان الاضافات اللي جت كلها مع الكابتن حسن نحقق حاجه لنادي الزمالك. طب واللعيبه الصغيره يا كابتن، اللعيبه الصغيره اتعلمت منك حاجات كتير، وما كانوا قالوا لي الكابتن احمد حسن بيعلمنا على طول. احسن لاعب لعب ماتش الشغاليون اتعلموا منك، خدوا منك. نتمنى ان شاء الله باذن الله، احنا هي في الاول وفي الاخر الواحد بيأدي زيه زي اي لعيب صغير، واتمنى اللعيبه الصغيرين يستفيدوا وان شاء الله باذن الله يثبتوا وجودهم باذن الله.